هيدي بيقولوا لها الطريق الصناعي اللي بتودي على الفنار على بيت مري على برمانة وعلى نهر الموت على الاوتوستراد السريع. يعني ولا ابشع من هيك، تلوث الروايح هيدي بس تشتت الدنيا بتصير كلها على الطرقات هون، بتسكر الطرقات كلها بالوحل بالريحه بالجيه، ما في ابشع من هيك. يعني شو بدنا نقول لك، الله يساعدنا. هيدي واصله على البحر على السمك على الطبيعه على ما بعرف شو على البيئه، والله هيك الله العليم. اكيد من هالضيعة اللي فوق برمانة بيت مري الله اعلم، بس هيدي بس تقوى الشتي. تعال صور هون بتشوف كوارث كوارث كوارث. هذا المدرسة أنا من 25 سنة بقدم شكاوى ما حدا بأثر. هون يعني فينت بالزفت تابع شهر صور هون لا زفت ولا طريق. وهال أنا كمان نفس الشيء نفس الشيء، تشوف الدم لما بكون بالمطلخ على الطريق ماشي الدم هون جاي مفو في معامل وغسل رمل قدام وكلهم بصبوا بهالأنية. ها عندك هون بلدية عيني صالح بجي تقول نحن مسؤولين، بلدية جدايدة، بلدية الفنار، وبلدية رومية، الدنيا ملوتة كلها هون بالمنطقة. تعال تبقى تشوف اللحم كيف بحملوه بالكاميونات ياخذوه على المحلات اللحم من المطلخ، ما في شيء مش طبيعي. هيدا بلدنا، الزعماء اللي عندنا مخليه هالتلوث ومخليه هالجي ومخليه هالاشياء تصير هيك، ولا نحن ما عندنا، ايه كيف ما برمت؟ نزلت تحت حوال المفرق، كيف ما برمت؟ مش بس هون خيي، مش بس هون، يعني عن جد ما بقى ينعاش ببلدنا. عاد بيقولوا ليش اللبناني بفل، لا اللبناني بيهاجر وبيجي الغربيه، ما حق علينا نحن اللي عم نترك الغربيه تجي، وحق علينا عم نترك العالم الغربي تستحل بلدنا، مش على وحق على شعبنا اللي عم ينتخبهم. هي اول شغله يا خيي، ما تضحل بدها تنسقف اول شيء، بس هذا مش مشروع بلدي، مشروع دوله. الريحه بدي لك شغله، هي المجذور والمجذور هونيك، وقت تطلع الريحة نهر الموت تحت وقاف بخمسة دقايق بعجقة السير تحت بتموت من الريحة، بتموت وعشان تتنفس بتسكر شبيكك. هلا هي الريحة ذاتها اوقات تيجي الهواء بتعبي بتطلع لوين، بتوصل على السجاس لفوق عين سعادة لك قديش بعيدة، بتموت من الريحة. وانا برأيي هذا حل الدولة تهتم بهيك مشروع اساسي للمتن الشمالي، لان هي المنطقه مدخل متن شمالي من صوب المنطقه الصناعيه. هلا البلديه قديش بدها تعمل تعمل، يعني انه شو بدها تعمل، عرفت كيف؟ يحطوا ناس ينزلوا يعملوا زبوطه يا اخي. لا في ناس عم تكب النهر يا اخي، ما انا كل يوم بقطع من هون، في ناس عم تكب النهر، بدها يوجعوهم بكم ضبط خيي. بلد تعطير اكثر من هيك ما فيش، هلا حكامنا شوي منيح كله من ورا مين؟ انا اذا لوست وعندي واسطه ما حدش بيعمل لي شيء، ما حدش بيقدر يعمل معي شيء. تلوث اوه بجنن، هذا منظر. شو بدي اقول لكم، يعني تعودنا هم الزبالات المسؤوله عن البلديات، بلديه الفنار اخي مجيب شيء لعني ما بعرف، خصوصا بالشتاء بيصير ما بعرف شيء زي ما هذا نهر، هذا النهر وسخ بالطريق ما بعرف شو بدي اقول لك، امره بغير الطريق مش ما امره من هون بالشتاء من المجرور اللي ماشي هون، ما بعرف لازم يكون البلديه تهتم بالموضوع اكثر من هيك. شيء لعني 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 ومكروب وما بعرف شو امرار نمره بغير طريق رومي ابره مش ما امره من هون بالمجرور. هلا تحسن شوي ولكن بالاول بعد شوي شتاء بصير قضيه طابه كثير. يومي هيدا بعده هين، عندك تاع الصبح جمعه سبت احد بتلاقي هيدا المي دم من المصالح. هي هون صبح هون رومي، هون جديده فوق الفنار، هونيك عيني سعيده. طيب كيف حلها؟ طيب تفقوا باول شيء مع بعضهم، طيب رجعوا يشوفوا شو بده يعملوا. الرواية بعشينا نقعد طالب يشوفوا شو بدي يعملوا حلي هون بالمنطقة، ما بينعيش ما فيك شعد، والدبان اكلنا والبرغش اكلنا، بيلقطوا بيكبوا كل شيء خي في جي والعط بالقلب هاي بدي شيء هاي شو بدها تحمل. منحييكم ببداية حلقة جديدة من برنامج مشاكل وحلول مع مشكلة قديمة وقديمة جدا. طبعا هالمشكلة رح نحكي عنها اليوم أصدقائي ببرنامجنا، رح نسلط الضوء عليها
إيمانا منا بضرورة التعاون بين كل المعنيين للوصول إلى حل سليم إنجاز التعبير، لأنه واقع الشكوى مثل ما قلنا قديم وقديم جدا. بالاستوديو اسمحوا لي رحب برئيس بلدية عين سعادي قضاء المتن الشمالي أنطوان جرجس بوعون. رئيس أهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا أنا وأنت كنا عم نشوف صور ريبورتاج وكنت حضرتك متاخد. مزبوط. يعني قديش بيعنيك يعني هذا الواقع البيئي المشكو منه بوقت أنه كل المعنيين عم يسعوا لحتى يرفعوا التلوث عن هذا المجرى؟ كل المعنيين لا لا لا، كل المعنيين ما فرق معهم، بس نحن كبلدية متآمل متنسيق مع جمعية الصناعيين في جمعية صناعيين الوادي. نعم. مننسق معهم وبنعمل لهم خدمات اللي فينا نعملها. يعني جمعية صناعيين الوادي غير جمعية صناعيين اللبنانيين يعني؟ نعم، غير هو جمعيين صناعيين الوادي، وادي الصناعي عين سعادي بتم رومي جديدي الفنار. مزبوط. طيب اليوم مين المعني غير البلديات الثلاث أربع بلديات اللي هن بمحيط وزارة الأشغال؟ نعم. وزارة الأشغال بلشت هلأ هنا طول عمره مع الأستاذ مدير عام وزارة الأشغال مشكور. نعم. عملنا هلأ التزام تيوسع الطريق على جنبين النهر. نعم. التوسيع شو بفيد يعني؟ بصير بالكاميونات بدل ما تمرق وتغط وتكب وكل شيء بصير في وسعة. عاملينه على أساس 18 متر. وهلا قديش هو؟ هو مطرح 3، مطرح 2، مطرح 5، مطرح مترين. طب شو سبب هالتلوث وهذا الفيضان رئيس اللي عم بيصير بصراحة؟ شو سبب؟ هيدي نعم مش هقول انه مش من عين سعادة، مش بعين سعادة. نعم. نحن من أوطال. نعم، خراج عين سعادة. نعم. هيدي خراج جديدة. نعم. ورومي اللي منصاب، بس هن شو فين يعملوا؟ عم يعملوا المستحيل، بس أرض خربانة تحت. نحن عم نعمل مستحيل بالأخص بالشتاء. نعم. يعني مثل بقول هجزنا الوحيد اللي هي منطقة الصناعية. يعني هلأ بلدية جديدة بلدية متضررة لأنه كل اللي عم بيصير فوق عم بيوصل لعندها هي لتحت. مزبوط. مش مزبوط. ومن عندها على البحر. من عندها على البحر. نعم. المجاري الصحية كمان مشكور الماء والأعمار. نعم. بلشوا لزموها لملتز اسمه بنت بريدي وبلشوا هلأ بالشغل ونحن عم نراقب معهم. وطبعا مديرية وزارة الأشغال كمان مشكور الأستاذ مدير عام. نعم. عم بيوسع الطريق على جنبين الطريق على جنبين النهر بسموه. نعم. النهر. بس نحن هجزنا الوحيد صيفا شتاء بالخص بالشتاء. نعم. مجندين لهم 3-4 من وزارة من أشغال تبع البلدية. نعم. شغلتهم يضلوا تحت ليلا نهارا. وين تحت؟ على مجرى النهر. تحت بجديدة يعني؟ لا، عين سعادة ما هي هاي. نعم. هي مثل متقابلين مع بعضهم يعني كله سوا. طب اليوم يعني بتبلش بجديد من نهر الموت بتقرب 10 مدوره بتجي رومي. طب رئيس اليوم الاستاذ طونيوس بوس يعني بمدير عام وزاره الاشغال كان له دور وبعده لليوم عم يشتغل، قديش بدها لحتى هالورشه نقدر نشوفها على الارض انه توسعت وصارت 18 متر؟ بدها وقت كبير، معه 9 اشهر تيخلصها. طب وعم بيقولوا بالريبورتاج انه هالمشكله قديمه عمرها اكثر من 25 سنه. خلقت هيك ونزلوا الصناعيه فيها. نعم. ونحن قد ما فينا عم نتنسق نحوياهم. يعني انتم بلديه جديده هلا، انتم بلديه عين سعادة بلديه جديده. نعم. بس نحن عملنا لهم طريق لان طريق دائما طريق الصناعيه من عين سعادة عملتوا لهم طريق؟ لا، بالارض الصناعيه. نعم. عين سعادة بارض عين سعادة، بس باول مدخلها بنص الصناعيه. نعم. عملنا شغل منيح، تزفيت وسعناها وزفتناها وشقفه منيحه، مشكورين لنا احنا، ما فيش شكر على واجب يعني. وهلا اين عنا بالمدخل بيننا وبين الفنار عم نوسع الطريق تاني. نعم. بس المصيبه بين ملتقى رومي ونهر الموت، ملتقى كله هنيك. نعم. المجاري الصحيه الماء والعمار عمل بعد عنده شوي بيخلصهم، ما كانت بالاول مصيبه اكثر من هيك. شو عم يعمل يعني؟ عم بيحول على محطات تكرير ولا وين؟ لا، شو عم على مع المجاري تبع جديده. نعم. عملوا نعم. ما يعني طرقات صحية. نعم. عملوا مجاري صحية زبطوها. نعم. مشكورين يعني الماء والعمار. هلأ منيحة بعدها حلوة، بس نحن هجزنا يعني الهجز كان. نعم. الهجز هجزنا الوحيد انه ضلنا 3-4 طول الشتاء بهالمجرى تحت، لانه في اكثر شيء عم يضر المراميل. نعم. وهون شفنا بريبورتاج زبالي ما زبالي، نحن ما عندنا زبالي. نعم. نحن عملنا ريسيكلاج. نعم. بنلم الزباله من البيوت والى مطرح موديه على كنا. نعم. على سكلين هلا على رومبو.
ما فيك تعمل اكثر من هيك. نحن عم نعمل مستحيل يعني. عندنا مصالح نحن جبرناهم وتجاوبوا. نعم. زبطوا المصالح صار بتفوت على المسلخ مطلع فيه بلاط مزبط. نعم. والمجاري تبعهم عملنا له المطارح تكرير. ما بيقولوا عم تنزل دم. نعم. قليل بس مش من عنا. انتوا عندكم مسالخ بنطاق عين سعادي؟ اربع مسالخ عندكم. اربع مسالخ بعين سعادي. مسالخ شو؟ دمح. نعم. بس في مسلخ ببيروت. نعم. كل المسالخ فوق. نعم. بس المسالخ تقريبا مراقبة منكم انتوا تقعدوا تراقبوا؟ بالليل عندهم ثلاثة شرطة وحراس وبالليل كمان. نعم. وعلى طول نحن منطقتنا ما فيها جي ابدا. بس لما بصير فوضى يعني رومي وبتميري وعين سعيد والفنار وجدايدي كلهم بده يصبوا بالوادي. نعم. قبل ما بلش الانماء والاعمار كانت مصيبه، هلا عم تحل شوي شوي. وهلا تبع حضرتك قلنا لك انه معالي شو اسمه سعاده ومدير عام وزاره الاشغال. نعم. بولس. نعم. مشكور لانه عم بيساوي على الميلتين. يعني بدها شيء 9 اشهر ولزموها لكيروز. ايه بتنتهي المشكله بشكل اساسي 90%. نعم. 90% اذا نفذوا المشروعين وهلا مبلشين فيهم. يعني هن شفتها من النص الاخراني. نعم. يعني هلا مصيبه من جديد ونازل. نعم. بلشوا بيقولوا بدنا 4-5 اشهر هن معهم فرصه 9 اشهر بيخلص. نعم. اكيد مش رح تصح كلها سوا لان مهمله مو وقت الخلقه. مهمله هيك. مهمله كثير المنطقه. يعني قديش ما تعمل امكانيات البلديات محدوده. نعم. عم نحط في تعاون بين بعضكم في البلديات؟ اكيد بنجتمع كل مدي وبنشوف شو بدنا نعمل. نعم. يعني كلهم اخر اجتماع امتى كان رئيس؟ من شي 4 اشهر كان مع سعاده الاي مقام. نعم. نوجه لها تحيه كثير كبيره. هي كمان حاطه كل قوتها وقتها. نعم. فيهم يعني مشكوره رح نكفي. نعم. كلهم شكر مشكورين كلهم. لانه ما في شيء بالارض كان. يعني هلا رح تصير مقابلة شكر ما في مشاكل. لأنه ما كان في شيء قبل ما اجوا هن قبل ما بلشوا. خلينا ناخذ اتصال من رئيس بلدية جديد البوشري السد الرئيس أنطوان جبارة. ايه. الو؟ ايه الو؟ رئيس بدي حييك عبر مشاكل وحلول واهلا وسهلا فيك. ايش تعتل لك اهلا وسهلا فيك. وانا كمان، رئيس نحن عم نحكي عن التلوث الحاصل يعني من المدينة الصناعية بين عين السعادة رومية الفنار وادي الصناعة الوادي الصناعي عم بيقول الرئيس يعني، وانتو ببلدية جديدة الملاحظ عم بتكونوا من المتضررين جدا، فبهذه المشكلة كيف عم تشتغل بلدية جديدة لرفع الضرر عنا؟ لك في مثل بيقول الارض الواطية بتشرب ميتها وما قد غيرها وزبالتها وزبالة غيرها وكمان مجرير او مجرير غيرها ما كمل عكلها بالاخر. وين عم بصبوا؟ عم بصبوا بالبحر لانه منه منظم البلد. نعم. الوادي الصناعي نحن ما عندنا فيه لا مصلخ ولا عندنا فيه معامل لالنا يعني لعنا، والمصالح 5 موجودين بين الفنار وبكريا بقى البردون الفنار ورومي وعين سعادة. نعم. هول المصالح. نعم. علنيه بدهم مراقبة مستمرة. ما عندهمش فنون يعني مش هالمصالح المنظمه والمرتبه ولا على الطريقه اللي بتعرفها كده. الرئيس قال عم بيراقبوا بشكل دايم. ايه رئيس بلديه عين سعاده قال انه عندهم مراقبه ليل نهار. بيراقبوا الدبح، يمكن بيراقبوا الدبح بس بالاخر المي عم تنزل من عندهم. وين عم بتروح؟ نعم. عم تنزل بالسواقي على البحر. نعم. مع ريحتها ومع زقتها ومع البحر لانه ما في شغله ما في شيء رقابه. رئيس بلديه عين سعاده انسان ادمي وقوي ومرتب وكثير منيح يعني بيراقب الدبح فوق بس بالاخر المي بدها تنزل. وين عم بتروح المي؟ طيب رئيس عم بيقول انه مجلس المياه والاعمار عمل مجاري للمي مياه المسالخ هيك عم بيقول الرئيس. بعد ما وصلت لحد هلا ما وصلت. طيب يعني بهذه الحاله انتم عم تتحملوا اضرار كبيره رئيس. أكيد مش بس المجاري المي الذبح يعني. نعم. مثلا عندنا مشكلة غير مي الذبح. اللي هي؟ عندنا الزبالة. عندنا المجرير. وعندنا شو اسمه هيدي الجوار الصحية بنلموها من الجبل ويجوا بكبوها بالمجرير. نعم. يعني احنا عم نحمل هالأوساخ والزبالة والجية. نعم. بتبلق من بعدات لبرمينا لبيت مري تصور. للفنار
حتى المنصوريه اللي عم بتعمل الشيء اللي عم يجي عندها بالوادي اللي هي بيننا وبين بيننا وبين تكويني بصيروا عندنا بينزلوا بالمجرى اللي عم يجي من تكويني عندنا مجرى من تكويني لنهر الموت عم بيصفوا بالمجرى من تكويني لنهر الموت نعم وكلهم عم بيصيروا اخر شيء بنهر الموت جديدي. طب ريس عم بجديدي كمان؟ كله بيجوا بجديدي كله بيجوا بجديدي وريس عم يتحمل بس بدي اسالك سؤال يعني هالمشكله إيه؟ عم ينقال انه هي قديمه جدا كيف قدرتوا طولتوا بالكم لحد اليوم تفاقمت هذه المشكله وفي كثير ما تفاقمت نحن طلع صرفتنا من الاساس نعم بس شو بنعمل نحن هيدا وضعنا موجودين على الساحل والبحر عندنا نعم طب شو بنعمل؟ شو في شيء ما فيك شو تردوا لا انت شتت الدنيا المي عم تبقى عندهم عم بتصير عندنا انا ما عم يصير عندي مشاكل مي مطوفين نعم مظبطه عندي إلنا هالعين 18 سنة ما ولا شفنا طوفي ولا شفنا شيء نعم مزبطة هاي مرتبينا قصة المي بس والمجرير عندنا مجرير عم يوصلوا عندنا بمجريرنا هن طب رئيس الحل يعني بإيد مين بهالمشكلة لحتى نقول إيه؟ إن الحل بإيد مين هلأ يا خيي الحل هي بدها إعادة تنظيم المنطقة كلها من أولها لآخرها بكل شيء بهول القضايا اللي مش مفكرة فيهم الدولة أبداً اتحاد البلديات له دور رئيسنا اتحاد البلديات له دور يا اخي اكيد له دور بس شو في يعمل اتحاد البلديات نعم انت له دور بس بده مال بدك مال تقدر تعملها نعم. لبنان نحن ورثنا 70 مليون 70 مليار دين نعم. مع فوائدهم اليوم يمكن اكثر يمكن اقل نعم. بس مش هين هذا المبلغ من دون ما نعمل من دون ما نحط قرش لكل شيء لشيء اسمه بيئه او نفكر نعم. بالبيئه يعني مشينا 20 سنة بطم الزبالة بالطم بالنعمة وبالبحر وهلا سطينا بالبحر هودي كلهم بدهم معامل معامل بشكل جدي معامل حراريات نحن ضد المحارق دخيل العالم كله على المحارق هاي بقى تضحكوا علينا هاي في 260 معمل ببريز بفرنسا ثلاثة بقلب بريز شو الحكي هذا نحن أحسن من أسوج ومن النرويج من الدنمارك من امريكا من روسيا يعني حضرتك من مع المحارق من كل العالم رئيس حضرتك يعني مع المحارق وحلولها ايه حضرتك مع المحارق وحلولها يعني مش محارق تفك راح اغير الكلمه حراريات تفكك حراري وصلوا بشغل لغيوا كلمه محرقه حراريات نعم. على الحراره معامل كبيره مش نعم. مش معامل هيك مش حرقه كلها ريحه معامل كبيره بتفوت بدرجة 1800 درجة حرارة نعم بتشيل كل هالمشاكل وبتعمل بدك تعمل كهرباء بتعمل كهرباء بدك تعمل غاز بتعمل غاز بدك تعمل مازوت من الزبالة فيك تعمل مازوت يعني ان شاء الله هيدا الموضوع تنشغل بلبنان نعم. مش مشغولة رئيسنا يعني ان شاء الله هالموضوع واهميته يكون لنا يعني شرف اللقاء معك لحتى نحكي عنه بشكل مطول بالاستديو بدي حييك وحيي كل اعضاء المجلس البلدي يلي عم يشتغلوا برعايتك وبهمتك يعطيك الف عافيه اهلا وسهلا فيك شكرا سيدي طول عمرك طبعا الرئيس كان كثير منطقي بحكي مزبوط منطقي لان كلنا عم يصبوا بجديدي بجديدي كنا نحن منحسن بس صار على اخرنا بياخذنا غيرنا نعم. بس الكل على جديدي يعني الله يساعده مزبوط يعني اليوم في ظل هذه الصرخه اللي نحن هلا عم نحكيها قلت لي انتم سبق واجتمعتوا وعم تجتمعوا كل مرة مع الايام مقام يعني قديش مهم نقول انه هذه الاجتماعات انت قلت الطريق بدها شيء 9 اشهر قبل وزاره الاشغال 9 اشهر على اللبناني يعني 9 اشهر 9 اشهر التزام 9 اشهر بده لازم بده نعم. يسلم نعم يعني اللي بيعملوها بتخف كثير اذا شاركوا المجرير لانه عملوا المجرير كثير الانماء والاعمار نعم بس عم بيقول الرئيس اطوان جبارة انه بعد ما على الاخر من نعم. شارك نعم. على الاخر ما كانت مير المانيا نعم بده قال هناك في دراسه للبنيه التحتيه نسينا نعم. للكهرباء وللمجاري هاي الدوله نسينا حلوه نسينا قدنا وقفنا نحن وقلنا لهم بركن تعملوا هيك نعم. تاخر المشروع شهرين بس اليوم التزم البريدي شركه البريدي نعم كيروز شركة كيروز تبع الأشغال نعم وقال إنه بظرف 9 شهور بيسلم بس المصيبة هناك في مساوي الرمل نعم هودي مصيبة كان بينه كله رمل مظبوط واضح مبين هودي بيسدوا وبيطلعوا بنزل نحن ننظف ما في حد بيقول له وين طب ليش المتعهد وين يعني أصحاب هذه المرامل وين بيقول لك مش من عندي طيب ما شوفها قبل ما تيجي يطلع النهار بيحكيش بتمرق نعم ما هي سدت عنده بالليل بتفور نعم. وبتطلع نعم عم بقول نحن كل هجزنا بالشتاء وادي الصناعة نعم ما في تعمل في مؤسسات بهذا الوادي الصناعي رئيس في 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 شي 160 مؤسسة 160
مؤسسات كبار طبعا كبار يعني. في صغير بس ما بيقدروا يتعاونوا كلهم بين بعضهم يعني. كلنا بيتعاونوا عندهم بس شو بدهم يعملوا؟ الصناعي بيحفظ حده، البنيه التحتيه والمنطقه مش مدروسه لا تسمح، ما بتسمح، ما حد عم بيطلع فيها يعني. من اربع خمس سنين يعني، هلا السنتين هو عم بيطلعوا من اربع خمس سنين ما حدش ايش يعني. هلا كان عم يشكي واحد هون انه كل بيمرق من هون، كان تطلع المي تسكر ما حدش فيه يمرق. منطقه مهموله يعني، وبنشان المزابل والمحارق اذا ما بيعملوا كل منطقه بمنطقتها يعني بيقول مركزيه صحيه نعم. ما بتزبط. اسمح لي ناخذ اتصال من مارلين حداد سعاده قائم مقام المتن الشمالي. الو إيه. الو يعطيك العافيه. ويعطيك العافيه يا مشتاقني لك. لكل المشاهدين لكل المستمعين خلي لي اياكي. ميرسي. ساعة لأي مقام يعني سؤال بديهي بيطرح نفسه حول هذه المشكلة القديمة المتجذرة. الرئيس عم بيقول إنه مشكلة قديمة جدا، وبالروبورتاج كانوا الناس عم بيقولوا أكثر من 25 سنة وهذا الوادي يعاني. اليوم بهمتك أنت عم بصير في اجتماعات مع رؤساء البلديات، ولكن قديش رؤساء البلديات اللي هن متضررين قديش قادرين إنه يمدوا يد العون والمساعدة لألك لإنجاح ورفع هذا التلوث؟ لا حوالي تقريبا الو لانه الو عم بسمعك تفضلي. عم تسمعنا؟ نعم تفضلي. هيدي المشكله مزمنه بهيدي المنطقه لانه باول عم نعالجها بصوره مؤقته لانه نعم. كلفتها تفوق الكلفه اللي بتوقع على عاتق البلديات نعم. ولكن حاليا وزاره الاشغال ووزاره الطاقه عم بيصير في تنسيق لحل هيدا الموضوع يلي فعلا بده وقت تيتعالج. ولكن هلا هالسنه مثل ما بقولوا نحطت كل الامور على السكه وعم نبلش نعالجها لا. وكانوا بلشوا يشتغلوا على الارض ولكن توقفوا مؤقتا، وفي الاسبوع المقبل اجتماع مع البلديات للبت اخر شيء بكيفيه استكمال الاشغال بهيدي المنطقه حسب ما نعيد الشغل كذا مره. رئيسي على حساب مين الشغل؟ نعم. على حساب مين رح يكون هون؟ في وزارة الأشغال عم تشتغل نعم. وهيدي مش تابع كمان بس لوزارة الأشغال، هي لوزارة الطاقة يعني نعم. المجار الأنهر والصرف الصحي تعنى كمان نعم. بوزارة الطاقة، ولكن حاليا نعم مسلمين متعهد لتنفيذ بعض الأشغال، ولكن مثل ما قلت لك مشان ما تتنفذ الأشغال مرتين تكلف توبوغراف وخلص دراسته، والجمعة الجاية الله راد نحط اجتماع لنقله للمتعهد تفضل بلش حتى لو بقسم من الشغل، وإن شاء الله على خطوات نكون إلى حد ما بلشنا لا. بالأشغال لأنه كلفتها باهظة. ألو ألو عم تسمعنا؟ أي عم بسمعك. كلفتها باهظة لأنه هون النهر تغير مجرى، النهر صار طريق وصار في شمال ويمين عدة مؤسسات مصنفة موجودة بتلك المنطقة، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المصنفة تتوفر فيها بعض الشروط وناقص فيها الشروط الثانية نعم. ولكن الشروط اللي عم تتنفذ منا كافية. ليك دايما المسؤولية مشتركة، ما حدا يقول الدولة بالنهاية كلها يتنا سواء كان مؤسسات خاصة أو إدارة نعم. عامة واضح. لأنه لما يكون في مسلخ أو مؤسسة صناعية ناقص فيها توفر بعض الشروط مش معناتها الإدارة العامة بدها تحط رقيب على كل مؤسسة. كمان من واجباتها هالمؤسسات الخاصة تقوم بتنفذ الشروط المطلوبة منها. هلأ نحن وين بتوقع يعني كإدارة عامة؟ أنه نأمن هالإشي اللي عم تطلع من هالمسالخ والمزارع، نأمن له موقع معين لوضع علما. مين عم بيراقبهم هالمسالخ؟ آلات حديثة ستنا. للتخلص منها بموقعها.
انا معك، بس مين عم بيراقبهم المسالخ؟ نعم؟ مين عم بيراقب المسالخ والمزارع؟ البلديات ولا انت مكلفه ايضا؟ كل عم تبرم البلديه ووزاره البيئه ووزاره الزراعه وزاره الصناعه كلهم عم بيبرموا. يعني صرنا حتى بالقاع المقامي عاملين كذا اجتماع وعم نتابع هيدي المواضيع، بس منا هينا حلة، بس عم نتابعها وعم نعالجها بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى الحل الجذري إن شاء الله يا رب. أنا بدي أشكرك مرلين حداد قائم مقام الوطن الشمالي، شكرا لك أصدقائي إبراهيم، ونرجع نتابع سوا برنامج مشاكل وحلول، عم نحكي عن التلوث الوادي الصناعي خراج عين سعد. إبراهيم ونرجع سوا. منتابع مشاكل وحلول مع ضيفنا الرئيس بلدية عين سعادة قضاء المتن الشمالي أنطوان جرجي سبعون. رئيس، يعني الموضوع اللي عم نحكي فيه نحن موضوع تلوث، ولكن واقع النفايات عندكم، لأنه كان رئيس أنطوان جبارة عم بيقول أنه كمان في نفايات عم توصل لعندهم هن. أكيد مش من عنا هاي. ليش أنتم شو بتعملوا؟ نحن منلمهم كل يوم عبكرة من البيوت. كل يوم؟ كل يوم كل يوم. عنا البلدية هي شخصياً بتلم؟ البلدية ملزمة ثلاثة، والبلدية الشرطة ثلاث أشخاص. ليش كم مسكن عندكم؟ 35 ألف مسكن عندنا. يعني ثلاثة 35 ألف شخص، يعني عندنا 7000 مسكن. نعم أوكي، مقسمين يعني. ما مقسومين في نعم. مش حالين، بس نحن بقضية الزبالة لا، ما حد بيقدر يقلنا شيء. نعم كل اللي حوالينا يصطفلوا، بس نحن ما عندنا شيء. نحن مشينا منلمهم نعم. كلهم سوا نحصرهم نعم. مطرح نعم. بينفرز والباقي بروح مع رامكو، حاطين مطرح معين. كل يوم هني الساعة واحدة بيجوا يقيموهم، كل يوم الساعة واحدة رامكو بتقيمه. مين بيراقبهم للشباب اللي عم يشتغلوا؟ عندنا كتير ناس، عندنا مراقبين بالبلدية أكثر ما في موظفين. عندنا شي 10-15 انتو بلدية مستحدثة، يعني عندكم موظفين وعندكم كادر إداري كامل؟ عندنا كامل نعم. كامل وصوري بيحسدونا بالمنطقة. ليه؟ لأنه نحن هاجمين مجلس البلدي، إذا غلط الله يقويكم ما بيوقف، بس بيصلح. غلطنا هون أوكي منصلح. يعني مجلس كتير متفاهم مجلس البلدي. شقينا طرقات، عملنا نادي نعم. عملنا مطرح بقى نعمله جنينة حديقة عامة 10,000 متر. بس ما في شك إنه عندكم مشاكل مع الإنجازات كلها، عم بكون في مشاكل. ما عندنا مشاكل. عندكم مشاكل؟ ما عندنا مشاكل، لأنه أكيد الإنسان دائما عنده مطالب. نعم. بس نحن بنتفهمها. بتفهمها ومنصلحها معهم. كل شيء كل شيء عندنا له حل، ما عندنا شيء مع هذا الا وادي الصناعي لانه مختلط. ما له حل؟ لا له حل. هذا مثل ما قال سعادتها كمان. نعم انا اتصلت فيها قبل ما جيت بس ما رديت، ما بدي اقول لها اني زعلتها. اي ما خبر. نحن في حل لنا. نعم. بس الاربعه بضل في عندهم غلط، لان وادي هيك وكل الضربه عليها. نعم هلا اذا مشي تبع الاشغال وتبع المصرف الصحي 80% بتجلس. خلينا ناخذ اتصال من رئيس بلدية الفنار جورج سلامي. نعم. كمان بهذه القضية هو شريك بهذا أكيد الموضوع. أكيد. ألو. ألو. رئيس جورج بدي حييك عبر مشاكل وحلول. أهلا وسهلا فيك. حييكم تلفزيون لبنان. شكرا لك رئيس. نحن عم نحكي عن التلوث القائم بالوادي الصناعي بالمنطقة يلي بتجمع الفنار، الرومية، عين سعادة وصولا للجديدة. اليوم انت عندك مسالخ بنطاق الفنار عقاريا؟ ايه عندي مسالخ، عندي ثلاثة مسالخ انا بالفنار. نعم بالنهار؟ عندي بالفنار ثلاث مسالخ. نعم وعندي زراي. بدي منك توطي لي صوت التلفزيون. ايه عندك عم يعمل رتور. عمل معروف رئيس. ايه طب اليوم انتو كمالرية عم بتتابعوا عم بتراقبوا بتتحملوا جزء من التلوث يلي عم يصب بجديدة ولا شو؟ خيي قصة التلوث بجديدة نعم. هيدا لازم يكون في هنيك كيف بدي اقول لك بصفاية على ايه يعني حلول جديدة، يكون في مكان التكرير هيدا الاصول. لانه مش بس نحن، في عندك جبلات زفت، في عندك معامل البطون، عندك وين في زفت؟ رئيس جورج وين في زفت؟ على الزفت برومي. بلدية رومي، الرئيس مسافر مش موجود. إيه؟ نائب الرئيس ما نجحنا بالتواصل معه. تفضل. لا رئيس البلدية بالصغيرة شاب كثير منيح وكويس عادل أبو حبيب. تنين بيرجع من السفر ونحكي. نعم. بس يرجع عم بحكيك لأنه بقى وعنا زيدان هاوس وعنا معامل كبيرة كثير فوق بقى يعني. بس شو سبب التلوث استاذ؟ يعني انت اليوم بتتابع وبتراقب، بس شو سبب التلوث؟
سبب التلوث بدي انا احكي انا ورئيس بلديه عين سعاده شخص محترم وبدي احكي انا وياه بهاليومين. نعم. بنعمل طريقه في دواء بينرش مشان التلوث. دواء في دواء رش هذا في شركه بهاليومين اجت لعندي يعني بترش على النفايات على الزباله على السويد على بالمسطح ما بيعود يطلع روايح. الرئيس عم بيقول ما عنده نفايات بنطاقه. نفايات شو يلي عم تحكي عنها اللي بدك ترش عليها الدواء الجديد؟ الرئيس عم بيقول ما عنده نفايات بعين سعاده. بجوز يمكن انه انا مش عم بطلع على منطقه عين سعاده، الرئيس بيعرف اكثر مني. نعم. بس انا عم اقول لك اذا في بالنفايات. نعم. يعني نفايات شون البقر بيحطوا السويد تبعهم تينشف بيرجعوا بيشيلوه. نعم. عرفت كيف؟ الابقار. نعم. والماعز والغنم. نعم. بقى هلا في شيء جديد اجى صاروا بيرشوا عليه ببطل يعطي روايح. طب اليوم انت عم بتتابع عمل المسارخ وقت اللي بدهم يشتغلوا شو لكن شو لكن انا عندي حاطط الشرطه على طول بتروح وانا بالجمعه مره او بالجمعتين مره بفاجئهم. طب يا ريس رئيس بلديه عين سعاده موجود معنا قال عنده شرطه بالمسالخ وحضرتك قلت عم بتراقب، طب هذا التلوث من وين عم بيصير؟ يمكن مش بعد الذبح مفروض يكون في كميه الماء مضاعفه للدم لحتى تروح طبعاً وتمشي. طبعا خي لما ينزل هالدم عم ينزل بالمجرير. نعم. هالدم هذا بس يطول يوم يوم يعني ضل فيه بيعمل ميكروبات بيعمل كم يوم استاذ جورج كم يوم بتذبح المسالخ كيف يشتغلوا؟ بيشتغلوا يوميه كل يوم ما بيعطلوا ابدا ما حدا بيعطل. طيب انت مراقبتك لقالهم دايما ليل نهار يعني مش بس انا ورئيس بيت عين سعاده براقب. نعم. وعنده شرطه بتراقب. نعم. بس بدي اعمل اجتماع انا ورئيس بيت عين سعاده بهاليومين. نعم. الله راد نتفاهم على هالموضوع نشوف شو بدنا نعمل لانه هيدي شغله لازم نخلص منها. لازم تعطونا خبر نكون نحن موجودين معكم تننقل اجواء الاجتماع. ايه ما عندنا مشكله. انا منه علي بقى لي كم يوم ما اتصلت برئيس بيت عين سعاده. نعم. على طول على اتصال وعتعاون مع بعضنا ان شاء الله خير. وشو بدكم نحن للنظافه ان كان عين سعاده او نحن لاننا مستعدين. شكرا لك رئيس انا بدي اشكرك واشتقنا لك. سلم عيني سلم. شكرا باي. سيدي اهلا وسهلا فيك رئيس. يعني امام هذا التعاون يعني انا عم لاحظ اجواء ايجابيه يعني كثير ايجابيه بين بعضنا كثير. طب مفترض لكن هذه القضيه فعلا تنتهي من هلا لوقت كثير قصير مع مراعاه الامور والمشاريع اللي اكيد 9 أشهر بتكون 90% منتهي منه. نعم 9 أشهر بيكون منتهي 90% منه ان شاء الله. ان شاء الله لا جد خير. لانه ملتزمه المعادي سعادتها توقف شوي تعملوا مساحه عن جديد والارض. نعم لما بده يطلع شارع هنيك كبير 18 متر مفترض نكون اخذين بعين الاعتبار واقع يعني البنى التحتيه مجهزه لاستيعاب. ايه اكيد اكيد يعني كل اللي هلا عم بيصير يعني كل اللي عم بيصير بده ينتهي بده ينتهي وصولا الى محطه التكرير لازم ينتهي قبل هلا. نعم. بس مثل ما قال سعادتها. نعم. الطاقه والاشغال وما كانش متناسقين مع بعضهم هلا يعني كل شيء توقف شهرين ثلاثه وظبطوا الامور. طب اليوم يلي كان عم يقوله رئيس بلديه الفنار جورج سلامي عم بيقول مفترض يكون في محطه تكرير يعني يعني اول نهر الموت يعني باسفل المكان اللي عم ينزل فيه كل يعني هذه كل مسرح عاملين وجابرين وبمحطه التكرير قدامه انتم. ايه طب من وين لكن عم يجي هالدم يا هذا السؤال بيطرح نفسه. من مسرح من المصالح عند مين ما بعرف. حدا منه مش عم يلتزم يمكن يعني اوقات ما بيلتزموا بدك تضلك ناطرهم. نعم. اذا ما بدك حيني عليهم ومطلعين عليهم ليل نهار وبيخالفوا. نعم. في مطالعين ما بيطلوا عليهم بس كل الباقيات عم تراقب. انا بدي اشكرك على هذه الاطلاله. طبعا ان شاء الله نحن وانتم دائما نكون على تعاون لحتى نقدر نضوي مش على هذه المشكله بس وبنوقف عندها، لا نضوي على همه الناس ونشكرهم يلي بدهم يكون لهم اليد الطوله بحل هذه المشكله جذريا ان شاء الله. مشكوره وزاره الاشغال وزاره الطاقه كمان بدنا نشكر المساعده الخاصه لفخامه يعني. الرئيس كلودين عون روكوز اللي كمان إلى دور رئيسي وبدنا نشكر كل رؤساء البلديات ويعطيكم الف عافيه. طول عمرك شكرا لكم. شكرا لك. الله يخليك. اصدقائي نحن لهون بنوصل لنهايه حلقتنا بنلتقي دائما معكم على إيقاع البحث عن حلول لمشاكل بنعرضها ببرنامجنا. بشكركم ونشكر المخرج جورج حديد وكل الفريق اللي عم بيعاونوا بهذه الحلقة. بشوفكم دايما عبر شاشة تلفزيون لبنان. باي باي.